القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس يدعو المرأة المصرية للتصويت، وقواتنا المسلحة موجودون بحيادية كاملة، إقبال كبير مع بدء الانتخابات بالخارج، تماثيل لإله الهندوس في مدخل قصر البارون، وإليكم تفاصيل النشرة. المرأة المصرية نموذج التضحية من أجل الوطن، فقد دعا الرئيس في كلمته للشعب المرأة المصرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية قائلا: أدعو المرأة المصرية الأم والزوجة والأخت والابنة وكل امرأة مصرية قدمت الابن والأخ والزوج شهيدا من أجل الوطن للتصويت، ورسم لوحة تليق بمصر. وأضاف الرئيس: شعب مصر العظيم، إن الوطن ينتظر منا الكثير، ولن تتحقق إرادتنا إلا بنا، ولن نصل إلى غايتنا إلا بالعمل والإخلاص، مختتما كلمته بهتاف: تحيا مصر، تحيا مصر. كما أدعو المرأة المصرية أيقونة العمل الوطني ورمز التضحية من أجل الوطن، أدعو الأم والزوجة والأخت والابنة وبحق كل امرأة مصرية قدمت الأب والابن والأخ والزوج شهيدا من أجل الوطن، أدعوكن للاستفاف والنزول للتصويت ورسم لوحة وطنية تليق بالأسرة الوطنية المصرية. هذا وقد نشر العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة مقطع فيديو على صفحتها الرسمية يتضمن استعدادات الجيش لتأمين انتخابات مجلس النواب. وقال الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة: نحن موجودون في الانتخابات بحيادية كاملة. ووجه رئيس الأركان رسالة للضباط والجنود: الناخبون هم أمك وأبوك وأخوك وأختك، ولذلك فيجب التعامل معهم بحرص وتقدير وانضباط. هذا وبدأت الانتخابات في الخارج في تمام 9 صباح السبت بمقر سفارات مصر بالخارج وقنصلياتها العامة باستقبال المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بالخارج في جولتها الأولى، والتي تستمر السبت والأحد، ويجري التصويت في 139 لجنة انتخابية بمقر السفارات والقنصليات وفقا لتوقيت كل دولة. ويتخلل هذه الفترة ساعة راحة ينظمها رئيس لجنة الانتخابات لكل دولة. لا أحد يستطيع إفساد فرحة المصريين بالانتخابات، فقد رفضت شرطة 3 بلاد أوروبية رسميا منح تصريحات جديدة لمظاهرات تقدم بها التنظيم الدولي للإخوان طالبوا فيها بالتظاهر أمام السفارات المصرية أثناء انتخابات البرلمان، وذلك بسبب تأخير تقديم طلب الموافقات الرسمية. مصر بلد التعايش والتسامح، ففي تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن قصر البارون بمصر الجديدة تم إبراز عدد من الصور لتمثالين يمثلان إله الهندوس الكائن في مدخل القصر، بالإضافة إلى مجموعة من الصور له من الداخل والخارج. وقالت الوكالة إن القصر والتماثيل الهندوسية الموجودة في مدخله تم بناؤهما بشكل فريد جدا وظلا تحفة معمارية أنيقة كل هذه السنوات. وما زال معرض لو مارشي أكبر معرض للأثاث والديكور في الشرق الأوسط يواصل فعالياته حتى 18 أكتوبر الجاري وسط إقبال كبير، حيث يعرض كل ما هو جديد من منتجات 250 شركة من أكبر الأسماء المصرية والعربية والعالمية في عالم الأثاث والديكور. وتتميز هذه الدورة بوجود خصومات كبيرة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تسهيلات في السداد للمساهمة في إنعاش السوق المحلية وتلبية احتياجات العملاء بمختلف مستوياتهم. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.